ورحل عبد الرحمن الأبنودي. أتذكر هذا الإنسان منذ سنوات طويلة من الزمن، ربما تربو على 40 عاما، عندما كان يأتي إلى قريتنا ويلقي بشعره الجميل الذي يعبر عن واقعنا. عبد الرحمن الأبنودي هذا الإنسان المرح، طيب القلب، النقي، الوطني، الكبير دائما. كان عبد الرحمن يعرف الكبير والصغير في محافظة قنا. كنا نتباهى أنه من أبنود، البلدة القريبة من بلدتنا، وكنا نتباهى أنه من قنا، المحافظة العريقة التي عاش فيها عبد الرحمن وأسرته أغلب الوقت. لكن عبد الرحمن جاء إلى القاهرة ولم ينسى قنا. كنا نذهب سويا في مناسبات متعددة، كان يأتي إلى منزلنا، وكلما جاء قال لأخي أحمد بمجرد أن يلتقينا في مطار الأقصر: أمك عملت لي الملخية يا واد ولا لا؟ تقاسمنا لقمة العيش سويا، واجتمعنا على حب قنا وحب الوطن سويا. لكن عبد الرحمن اعترته الأزمة منذ فترة من الوقت. لا أريد أن أستعرض تاريخه الشعري، فالكل يعرف أشعاره ويعرف صوته الذي كان يجلجل معبرا عن الواقع الاجتماعي والواقع السياسي للناس وللوطن وللأمة. الكل كان يدرك تماما دور عبد الرحمن المحوري في كثير من القضايا المهمة. ربطته علاقة قوية وكبيرة بكل المثقفين، بدءا من أبناء قنا وبمصر كلها بلا جدال. وكان يحب دائما اللواء عادل لبيب ويقول: ربنا رزقنا في جنا بعادل لبيب، يا ريت نستنسخه. مرة قاعدين مع بعض احنا وثلاثة قال له: ما نعرفش نستنسخ منك 26 محافظ عشان نوزعهم على محافظات الجمهورية وغيرها، واللي عايز يستلف محافظ ندهوله. كان رجل يحب أبناء بلدته جيدا، وكان دائما يتواصل معه. مبادراته في رعاية الشبان من الشعراء عديدة ومتعددة، ويذكر العديد من شعراء قنا والصعيد أنه أخذ بأيديهم وأنه دفع بهم إلى الأمام. منذ سنوات عديدة وعبد الرحمن اعتزل عالم الأضواء عندما ذهب إلى الإسماعيلية. كانت الوصية عندما ذهبنا به إلى مستشفى القصر العيني، عندما كان يدخن، كان بيشرب 6 علب سجاير في اليوم، لما ودنا للطبيب في القصر العيني قال لي: الرئة سودة. عبد الرحمن قال لنا: طب أعمل إيه؟ أنا عايز سجاير، ما بقدرش. لكنه تمالك نفسه، ورويدا رويدا استطاع أن يقلل من السجائر إلى حد الامتناع. عبد الرحمن كان للناس، وكان دائما في مواقفه واضحا وعنيدا في نفس الوقت. رحيله بالتأكيد خسارة كبيرة جدا.